الناس كلها على السوشيال ميديا امبارح بتقول لك ايه؟ بس الست دي ما بتجليش، الست دي عارفه وفاهمه وراسيه وقادره. وانا بقول لكم حرام عليكم، حرام عليكم اللي بتعملوه في نفسكم واللي بتعملوه في عقلكم واللي بتعملوه في دينكم. في دينكم؟ اه طبعا في دينكم. هو الدين فيه كده؟ ايه اللي مش عاجبك في ليلى عبد اللطيف؟ ايه اللي مش عاجبني في ليلى عبد اللطيف؟ ايه؟ طب هسألك سؤال قبل ده. ماشي. انت مش شايف انه في حاجات كتير جدا جدا بنسبة 90% من توقعاتها حصلت، وده عامل حالة يعني صدمة للناس؟ لا، عشان ايماني يمنعني ان انا افكر التفكير ده. في الاخر هنقول كذب المنجمون على وصل. لا لا مش في الاخر، لا اوعي بعد ما هي تقول كده. اوعي يا ست الستات، ده في الاخر وفي الاول وفي النص وفي الربع وفي التلت. طيب. وفي التم. طيب. بس انا بقى لا لا في ايمان، انا محتاجه تفسير لهذه الظاهره. مشيها. انا محتاجه تفسير لهذا السر العجيب التي تملكه ليلى عبد اللطيف. طيب اقول لك كيف تتوقع وتوقعاتها في الاخر بتكون صح. اولا مش كلها بنسبه 90%. لا لا مش على فكره، لا خدي بالك بقى، دي الحكايه اللعبه اللطيفه. ازاي يعني؟ المنجمون والمتغيبون والمتوقعون واصحاب البلالالا والكره المسحوره والحاجات دي يقوم رازع لك 1000 توقع. لا بس النوع بتقول بس عليه توقع واحد. استنيني بس والنبي بس عشان اوصل. انما 1000 توقع دي في انواع كتير. خد بالك بس، دي رساله مهمه قوي للناس. انت بتسمعي ليلى؟ بتتابعي ليلى كل يوم؟ لا. برافو عليكي. طبعا. وبتشوفي كل لقاءاتها كل اسبوع ولا كل شهر؟ لا لا. الله يفتح عليك. هي بتطلع طول السنه تعمل ايه؟ توقعات وتنجمات ومش عارف ايه، ومين هيخش فين فيطلع ايه من اول البتاع وتخش له الكلام الفاضي ده. تمام؟ لما 3-4 حاجات من الألف حاجة اللي هي قالتها تسمع، الناس تقول لك يا نهار أبيض، اوعى وشك، ده الست دي مبروكة. طب والتوقع بتاع طلاق ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي؟ 1 من 3. رجم بالغيب، معلومة سربت لها، اتفاق ثلاثي. وليه ممكن يكون اتفاق ثلاثي؟ إيه اللي هيستفادوه؟ ممكن صاحبتهم على صلة بيهم. ايوه كان ايوه عندها يعني المعلومة. هتكون ايه النتيجه من هذا التوقع وحبوسه؟ شهره ليها. ها؟ شهره ليها. وهو ما يساعدوها هي تشهر ليه؟ ممكن ما اعرفش، ممكن تكون صديقتهم، ممكن يكون على علاقه بيهم، انا ما اعرف. انا دلوقتي بقول لك ما عنديش معلومه. من اجل الترند مثلا؟ من اجل الترند. ليهم هم؟ هم وهي. هم وهي بدليل انها لما تنجمت، تنجمت وقالت هذا الكلام، هما الاثنين ردوا عليها. خدت بالك؟ هما الاثنين ردوا عليها. الطبيعي لو واحده قالت كذا وكذا عليا او عليكي او على كذا، ولا هنفكر نعمل حاجه، ولا هرد واقول يا جماعه ده كلام ابن عم حديث، ما بركزش في الاشاعات او الرجم بالغيب او الحاجات دي. لكن بعديها بيوم ياسمين كتبت قالت لك ما بلاش انت يا ليلى، صح؟ شفت البوست ده؟ شفت. ياسمين عبد العزيز كتبت ما بلاش انت يا ليلى مش عارف ايه، واحمد العوضي بعديها بيوم كان مستضاف مش عارف ايه، فقام رادد وقال انا الحقيقه ما بركزش في الحاجات دي وما بسمعش في الحاجات دي ومش عارف ايه، وكل احترامي للاستاذ انا مش عارف ايه وكده. انتوا مركزين مع اللي قالته اهو. ثم يحدث بعديها باسبوع اسبوعين، مش عايز اقول ان في اتفاق لان انا بقول لك ما عنديش معلومه، لكن انت بتساليني اجتهادك يعتبر ايه؟ بقول لك يا اما هي رجم بالغيب منها، صادف حظه، او ان هم كانوا عارفين ومتفقين على الحكايه دي وبلغوها عشان الثلاثه يبقوا ترند. من اين تاتي ما عنديش المعلومه ليلى عبد اللطيف في توقعك بالاخبار التي تتوقعها وتحدث بالفعل، اللي هي نسبتها قليله من كل كلامها، وانا باكد ده كمان عشان ما يبقاش فيه كريدت ايا كان. ممكن جدا من مصادر. وايه كمان؟ لا ما اعرفش، هو مصادر يعني ايه؟ يعني هي على علاقه مثلا ببسمه، فبسمه قالت لها والله احتمال انا الشهر الجاي اعمل كذا كذا كذا. يعني انت دلوقتي ممكن اعلامي في يوم من الايام تشتغل زيها وتجيب شويه مصادر وكده الشغلانه؟ لا, طبعا. لا, لا طبعا. مش بقول لك تعمل كده، هل ممكن اي حد يعمل كده؟
سهله قوي كده. ممكن البديل ايه يا بسمه؟ قول انت البديل. اه كفر. عشان ايه؟ عشان تمتلك ايه؟ انا لا، البديل ان انا اعوذ بالله اكفر لما ابتدي اصدق ان في حد يعلم بالغيب. وفي حديث عن الرسول. انت بتتكلم عن المستمع ولا على اللي بيقول؟ عن المستمع. عن لا انا بتكلم عن اللي بيقول. ما هو اللي بيقول اهو بقول لك. من اين لها بهذه الاخبار؟ ما انا قلت لحضرتك اهو غالبا مصادر. هيبقى ايه تاني؟ ما هو يا بسمع حاجه من اتنين، يا مصادر يا عارفه اللي هيحصل. طب انا وانت متفقين باسلامنا وايماننا ان اللي عارف هيحصل ده ايه؟ هو ربنا بس سبحانه وتعالى بس. يعني ما في حد مختلف انها ليست تمتلك يعني. انا ما اقدرش اقول كده والا ابقى خرجت الالهام. لا طبعا ابقى خرجت من المله. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلامي. بس سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هذا الالهام. وفي حديث عن الرسول. مش عايز ادخل في جدل ديني. لا انا وانت على فكره نتكلم. لا على فكره ده مش جدل ديني، ده انا بقول لك مش مكاننا ولا مكانه. في فرق ما بين قضيه جدليه خلافيه وفي فرق ما بين لك تهادم عن النص. دي هتجنني يا بس. هي هتجنن الناس. طيب